خادم الحرمين الشريفين يصل إلى المدينة المنورة لتدشين عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية، والنائب العام يؤكد الإفراج عن 7 موقوفين من أصل 208. وأيضا معنا في هذا المساء مهندسة الصواريخ السعودية مشاعر الشميمري تروي قصة نجاحها عبر يا هلا، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في يا هلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في لقاء متجدد من برنامجكم يا هلا، البرنامج الذي دائما ما يكون قريبا منكم ومن هموم الشارع وهموم الوطن. نبدأ حلقتنا بهذا الخبر، حيث صرح معالي النائب العام وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما بخطوات سريعة، حيث أكد المعجب أنه تم إطلاق سراح 7 من أصل 208 موقوف لعدم وجود أدلة كافية. المعجب أكد أن القيمة المالية المحتملة لهذه الممارسات تتجاوز 375 مليار ريال وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية، وأضاف بأن جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا لا يزال مستمرا، وأشار إلى أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، منوها إلى أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، قائلا أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد. إذن هذا كان الخبر من تصريح معالي النائب العام. وإلى موضوع آخر، حيث وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إلى المدينة المنورة، حيث تأتي هذه الزيارة لتدشين عدد من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، والتي من المنتظر أن تدعم الحراك التنموي والاقتصادي في طيبة الطيبة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استهلت المدينة المنورة وازدهرت طياتها بقدومك أيها الحازم، أهلا بك في أرض رسول الله. وأدى الملك سلمان بن عبد العزيز الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف مساء أمس، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهم. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد وصل في وقت سابق من مساء أمس إلى المدينة المنورة قادما من الرياض، ويدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس عددا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، وذلك في ثالث زيارة للمنطقة منذ توليه مقاليد الحكم. وتحظى المدينة المنورة باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما تمثله من ثقل دينية ووجودها في قلب خريطة رؤية 2030. وعبر أهالي المدينة المنورة عن فخرهم واعتزازهم بزيارة الملك سلمان للمدينة المنورة التي تشهد تطورا ومشاريع تنموية عدة. يذكر أن الزيارة الأولى كانت في يناير 2015، ودشن خلالها مشاريع تنموية وشرف احتفال الأهالي بزيارته، فيما رعى حفل جائزة الأمير نايف للسنة النبوية. أما الزيارة الثانية فكانت في يونيو 2016، وشهدت أيضا تدشين مشاريع تنموية ب5 مليارات ريال.
للحديث أكثر عن هذه الزيارة الميمونة والزيارة التي سيتم فيها تدشين الكثير من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، ينضم معنا في الاستديو رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الأستاذ ناصر القرعاوي. كذلك سيلتحق بنا هاتفيا بعد قليل مدير مشروع قطار الحرمين المهندس محمد عبد الحفيظ فده، حيث سيفتتح خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله ويدشن محطة قطار الحرمين في المدينة من ضمن المشاريع الكثيرة التنموية التي كلها خير وبركة على البلاد وعلى الحجاج والمعتمرين الذين سيزورون طيبة طيبة إن شاء الله. مشاريع تنموية كبيرة سيتم إطلاقها وتدشينها وسيدشنها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله هذا المساء. خلونا نتكلم أكثر ونبدأ معك أستاذ ناصر. يعني زيارة ميمونة لخادم الحرمين الشريفين بالتأكيد من وسيطلق ويدشن من خلالها العديد من المشاريع التنموية، وبنتكلم عن بعض هذه المشاريع وحجمها الكبير لا اقتصاديا ولا تنمويا ولا حتى في دعم يعني التوجه نحو خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز هذه الخدمة التي تزداد عام بعد عام المملكة وما تقدم لهم. كيف تشوف هذه الزيارة وما سيتم فيها؟ شكرا لكم، مسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. لا شك أن زيارة الملك سلمان حفظه الله خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة في ظل الظروف والأحداث اليومية من استقبال رؤساء دول، من افتتاح مشاريع، لم ينسى الدور ولم ينسى أهمية المقدسات الإسلامية، ولذلك هذه الزيارة تأتي في برنامجها السنوي حفظه الله فيما يتعلق بمتابعة الشأن الديني في المقدسات في مكة وفي المدينة. وهذه الزيارة بالتأكيد جاءت تتويجا لنجاح البرنامج فيما يتعلق بتطوير المدينة المنورة، سواء فيما يتعلق بنقل الخدمات للمعتمرين وحتى أيضا للجانب الثقافي والاقتصادي وأيضا التاريخي للمدينة. مدينة معروفة لدينا كمسلمين أنها من الأهمية بمكان فيما يتعلق بالموروث التاريخي والثقافي وليس فقط الشأن الديني، ولذلك هذه الزيارة تأتي في ظل هذا التوجه وهذا الاهتمام وهذه المسؤولية من خادم الحرمين الشريفين. إذا رأينا في الثلاث الشهور الأخيرة فيما يتعلق بالرياض كعاصمة، هي من أكثر ثلاث مدن أو عواصم في العالم شهدت زيارات خارجية لها من الخارج، يعني من ملوك ومن رؤساء دول ومن مسؤولين، فبالتالي هذا الحراك الكبير وهذه المشاريع الضخمة حينما لا يمر أسبوع ما لم يأتينا حدث كبير جدا لا ينسينا ما قبله ولكنه يضاف إلى حلقة أو سلسلة إنجازات الدولة، فبالتالي هذه الزيارة ستضيف لمنطقة المدينة المنورة بالإضافة إلى ما حدث في الآونة الأخيرة من مشاريع ضخمة سيضيف لنا أيضا بعد آخر عن مدى اهتمام الدولة بالشأن الديني. طيب خلينا أخذ لك بعض المشاريع. من هذه المشاريع هو مشروع محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة، ونعرف أن قطار الحرمين يربط ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرحلة تستغرق قرابة يبدو لي ساعتين من مكة إلى المدينة. تخيل الحاج الآن يستطيع أنه يصلي يعني الفجر أو الظهر في الحرم المكي، ثم يستطيع أن يصلي العصر في الحرم المدني، يعني من هذا المشروع الضخم قطار الحرمين. كيف تشوف أثر هذا المشروع في دعم توسع المملكة؟ إحنا نعرف أنه في رؤية المملكة 2030 وبرنامج الحج والعمرة اللي هي قد نصل بإذن الله وسنصل إن شاء الله في عام 2030 إلى استقبال 50 مليون حاج ومعتمر وزائر للمشاعر المقدسة سنويا. تأثير مثل هذه المشاريع على هذا التوجه للدولة؟ لا شك أن مشاريع المملكة أو مشروع المملكة فيما يتعلق بالنقل السكك الحديدية يعتبر الأكبر على مستوى العالم في العشر سنوات الأخيرة، ليس فقط في الجانب الغربي من المملكة المدينة مكة وأيضا جدة، ولكن أيضا في بقية المناطق الأخرى تحديث الشبكة السابقة بالإضافة إلى الخط الشمالي الشرقي. هذه المكونات أو هذا الشريان الرئيسي هو بالتأكيد أولا يعطي فرصة للتنمية بين المدن الرئيسية المدينة ومكة وجدة،
وهذا سيكون مكون اقتصادي كبير جدا للقطاع الخاص وحتى أيضا للمناطق ما بين هذه المدن. الأمر الآخر أيضا أنه للاستيعاب، لأنه رفع طاقة الاستيعاب لهذه المقدسات في مكة وفي المدينة، تزامنت هذه المشاريع بعد إنجاز التوسعتين في المدينتين المقدستين، وهذا الأمر يعطي مدى التخطيط بعيد المدى والتوازن بين هذه الكتل الاقتصادية إذا أخذناها من الناحية الاقتصادية، لأنها ذات تكلفة وذات عائد، ليس فقط في جانب نقل الحجاج أو المعتمرين، ولكن نقل البضائع، انتقال الحركة التنموية، ستنهض المناطق ما بين هذه المدن، لأن سيكون هناك أيضا تواصل. ومثل ما أشرت أنه خلال ساعتين أو ساعتين ونصف يقضي من مدينة إلى مدينة، تتغير فيه يعني المسميات، وتتغير فيه أيضا درجة الحرارة، ويتغير فيه المسميات، بالتأكيد لن يتغير إلا الأثر الاقتصادي أكثر، لأنه سيكون هو العائد الأفضل، وهذا الذي سيكون لنا. طبعا هو يمر هذا القطاع، قطاع الحرمين، أنا تشرفت بأني كنت في رحلة تجريبية لهذا القطاع، قطاع الحرمين، وما راح يعني أتحدث ولا أمدح شيء ما شفته. أنا جربت هذا القطار، ركبت قطار الحرمين في رحلة تجريبية قبل بضعة أشهر، كان من جدة إلى المدينة المنورة. اللي بقوله بس أنه من أحدث المشاريع المتطورة يعني في النقل، أتوقع في سكة حديد، هو هذا المشروع، مشروع ضخم يعني حتى بفخامة المقصورات الموجودة داخل قطاع الحرمين. هذا المشروع الضخم اللي بيكون له أثر كبير يعني في دعم حركة الحجيج والمعتمرين وزوار المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيكون له أثر كبير، حتى سكان جدة ومكة والمدينة ما يتنقلون ما بين هاتين المدينتين المقدستين، وحتى هو يمر على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبالتالي حتى هو يؤيد ما ذكرت أنه حتى له أثر اقتصادي حتى في تنشيط ودعم الحركة الاقتصادية. خلنا نعرف أكثر عن قطار الحرمين. ينضم معنا مدير مشروع قطار الحرمين عبر اتصال هاتفي، المهندس محمد عبد الحفيظ فدة. مهندس محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي خالد، أرحب فيك وأرحب بالضيوف والمشاهدين الكرام. حياك الله. مشروع ضخم كبير، مشروع قطار الحرمين، يعني ونتحدث عن اليوم خادم الحرمين الشريفين سيدشن ويفتتح إن شاء الله محطة القطار الحرمين في المدينة المنورة. يعني ما الذي يمثل من أهمية هذا المشروع؟ يمكن تحدث عنه كوني أنا جربت هذا القطار في رحلة تجريبية سابقة، لكن أطلعنا عليه وأنت مدير لهذا المشروع الضخم. إن شاء الله حتى نتشرف بحضوركم للرحلات الجاية بالتشغيل التجريبي وإن شاء الله التشغيل التجاري. بسم الله. في البداية والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. في البداية أحب أشكرك وأشكر أسرتي على تحت الفرصة للتحدث في هذه المناسبة التاريخية، وهي تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين لعدد من المشاريع في المدينة المنورة، ومن ضمنها مشروع محطة المدينة السابع، مشروع قطار الحرمين. لا شك أن المشروع القطار الحرمين هو أحد أهم المشاريع التي تخدم رؤية 2030، والتي من أحد برامجها برنامج ضيوف الرحمن. نعم. الذي يهدف في توفير أعلى وأفضل خدمات لقافدي الحرمين الشريفين وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة. المشروع يعد واجهة حضارية أمام ضيوف الرحمن، وذلك عن طريق توفير وسيلة نقل سريعة آمنة ومريحة للحجاج والمعتمرين. زي ما تفضلت أنه الآن نتكلم على رحلة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في رحلة تستغرق 120 دقيقة. إحنا نتكلم على خط حديدي طوله 450 كيلومتر بسرعة تشغيلية تجارية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. المشروع يمر في خمسة محطات، يعتمد في تشغيل على 35 قطار سريع من القطارات الكهربائية. الخمسة محطات هي محطة مكة المكرمة، محطة وسط جدة، محطة مطار جديد، مطار الملك مطار الملك عبد العزيز، وهي تابع لمطار الملك عبد العزيز الجديد، ومحطة مدينة الملك عبد الله في رابغ، والمحطة الحدث اللي هي محطة المدينة المنورة، وهي تعتبر استخدم في إنشاء جميع هذه المحطات أحدث
الأنظمة والمعايير العالمية، ومحطة في المدينة تبعد عن المسجد النووي الشريف 9 كيلومترات تقريبا، وعن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي 13 كيلومتر، فموقع استراتيجي لخدمة الحجاج وسهولة وصولهم. طيب أنت مهندس محمد شوقتنا، بس باختصار أسألك متى تبدأ رحلات قطار الحرمين؟ الناس متشوقين أنهم يجربون القطار ويعني ويتنقلون بقطار الحرمين، متى إن شاء الله؟ هذا الحلم الآن صار واقع قريب إن شاء الله. في خلال الأشهر القريبة هذه حنبدأ التشغيل التجريبي، ومن بعدها نتأكد من سلامة القطارات والخط بحيث انه يمكن التشغيل التجاري بعدها مباشرة. يعني نقول مثلا خلال الربع الاول من 2018 حيكون التشغيل التجريبي ان شاء الله. في خلال الربع الاول من 2018 ان شاء الله التشغيل التجريبي، وبعدها ان شاء الله نبدا التشغيل التجاري بعد الانتهاء من الاختبارات كاملة. شكرا لك مهندس محمد فدم، مدير مشروع قطار الحرمين. سمعنا عن قطار الحرمين وفي مشاريع كذلك اخرى، يعني خلينا نتكلم لك عن مشروع دار الهجرة، هذا المشروع الضخم العملاق اللي يقع على مساحة 1,600,000 متر مربع على يعني بعد بضعة كيلومترات من المسجد النبوي. بس أنا بعطيك بسرعة، يعني الموضوع يتألف هذا المشروع من 100 برج بواقع 20 برج إداري و80 برج سكني، إلى أكثر من 130 دور، يتسع لنحو 120,000 حاج مع تأمين إقامة مريحة لهم، 76 فندق بدرجة 4 نجوم، 6 فنادق بدرجة 5 نجوم، 40,000 غرفة لاستقبال الحجاج من مختلف الجنسيات، مكاتب حكومية وإدارية وتجارية. مدينة متكاملة، يمكن مساحة يعني تضاهي مساحة دولة يعني من الدول. تعودنا في عهد الملك سلمان، خاصة في هذا العام 17 ونهاية العام الماضي 16، مفاجأة المشاريع التي يعني ترتفع فوق سقف التوقعات. هذه المدينة هي مدينة أخرى، هي مدينة أخرى، المدينة الإسلامية، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة التاريخية الثقافية، أصبح لدينا مدينة اقتصادية، مدينة إدارية، مدينة أخرى. فبالتالي هذا المخطط أو هذا التحول الكبير من أجل أولا لا يتم الضغط على المنشآت الدينية، المسجد النبوي ولا المناطق المحيطة فيه ولا الإسكان، لأن عادة في مثل هذه الأمور يحدث فيها نوعا من الإرباك ونوعا من الخلل السكني. فبالتالي حينما يتم اختيار هذه المنطقة وحتى تسميتها ليست بعيدة عن تسمية المدينة، يعني هي امتداد ومشتق منها دار الهجرة. دار الهجرة. والأمر الآخر هو الفكر الذي تناول هذا المنتج الجديد بما تحتاجه المدينة وما ما يعطي للمئة والمئتين سنة القادمة، فكر أنه لن يأتي ما هو أفضل منها إلا مكمل لها. فبالتالي هذه النقلة النوعية يعني فصل جديد في حياة المدينة المنورة، حينما يكون لدينا هذه الأبراج وهذه الحياة لم تعد المدينة فقط هي ساحة الحرم والإسكان المحيط فيها، الإيواء من فنادق أو أبراج، أصبح لدينا فكر آخر، لأن المنطقة المدينة المنورة لها أهمية فيما يتعلق باقتصاديتها وما يتعلق بربطها بين الشمال وبين مشاريع ضخمة. طبعا بيكون كذلك مجمع خادم الحرمين الشريفين الحديث النبوي الشريف، بالإضافة لمشروع واحة القرآن بالمدينة المنورة، مشاريع ضخمة عملاقة. لكن أخيرا في دقيقة واحدة أريد منك أن تقف يعني على ما أعظم السعودية. يعني نتحدث قبل أيام الملك يعني وجه وتم شن حملة قوية وشاملة ضد الفساد، نتحدث عن المملكة تواجه تحديات وتواجهها بكل حزم وبكل قوة، يعني سياسيا كذلك، وحتى يعني عندنا رؤية طموحة نعمل عليها بكل الطرق وبكل الوسائل. يعني ورش عمل وإنجاز في كل الاتجاهات قاعد يصير في المملكة العربية السعودية. في المؤتمر الأخير، وأرجو أن يعني أتمنى أن لا أضيف مزيدا من الوقت على الدقيقة، في المؤتمر الأخير مستقبل المملكة الاقتصادي، المؤتمر الأخير استثمار في المستقبل، نعم، منطقة وليست مدينة، هي منطقة نيوم، سأل أحد الصحفيين الفرنسيين السعودية رايحة فين؟ أنتوا رايحين فين؟ يعني بالمعنى الشعبي أنتوا رايحين فين؟ في اتجاهكم وين؟
أنتوا يعني أشغلتوا العالم بما منجزاتكم، ومنجزاتكم دائما مفاجئة ولها علاقة قلت احنا مع الشمس، نذهب مع الشمس صباحا ونغيب معها، لكن عملنا في النهار وليس في الليل. المملكة العربية السعودية الآن تعيش مرحلة انتقالية كاملة، فبالتالي ما يحدث في هذا الأمر سواء في المدينة أو في الشمال أو في أي منطقة، نحن في المملكة العربية السعودية في عهد جديد مختلف تماما، ولذلك الأمم المتحدة والعواصم العالمية الآن مع موقف المملكة. ما أريد أن أثني عليه هو دور الإعلام السعودي، إنه استطاع أن يواكب، ولكن يحتاج أيضا إلى المزيد من إعطاء الفرص، مثل الحديث عن مشروع القطار أغلب الناس لا تعرف عنه شيء. بالتأكيد مهم جدا أن يكون حاضرا. نعم. شكرا لك سيد ناصر القرعاوي الخبير الاستراتيجي. الحقيقة يعني تعجز الكلمات أن تصف الشعور لينتاب الإنسان عندما يشاهد هذا الحراك وورش العمل الضخمة اللي قاعدة تصير في البلد، تحديات من كل الاتجاهات، حزم في مواجهتها. نتحدث عن إصلاح شامل اقتصادي، نتحدث عن مشاريع تنموية ورش عمل في هذا البلد العظيم، وكل بوصلات العالم متجهة للسعودية التي كما قال سمو ولي العهد لن يحدنا شيء وطموحنا لن يحده إلا عنان السماء. التنمية متواصلة في هذا البلد العظيم، وما أعظم السعودية. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. يا هلا فيكم. مشاعل الشميمري نموذج لفتاة تمثل الوجه المشرف لأبناء الوطن خارجيا في المحافل الدولية، كيف لا، وهي من سجلت تواجدها بثبات في أعرق المؤسسات الفضائية الدولية. بطموحاتها العالية وتطلعاتها التي عانقت فضاءات السماء، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، ومن تعبد النور أحلامه، يباركه النور أما ظهر. إليك الفضاء، إليك الضياء، إليك الثرى الحالم المزدهر، إليك الجمال الذي لا يبيد، إليك الوجود الرحيب النضر. مشاعل الشميمري أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية، وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية لدراسة الفضاء. قصتها إنجاز وإلهام وطموح. في صغرها دهشت مشاعل الشميمري من كثافة النجوم بينما كانت تشاهد سماء النفود في عنيزة، وبدأ شغفها في معرفة المزيد من علوم الفضاء واستكشافه. ومنذ ذلك الوقت أصبحت ميولها علمية، لتشارك في مرحلة التعليم الثانوي في مسابقات عدة لتصنيع الرجل الآلي، وتحصلت مع فريقها في إحدى المسابقات على المركز الأول على مستوى منطقتها من بين 80 مشاركا، وعلى المركز الثالث عالميا من بين 400 مشارك. وواصلت مشاعل الشميمري مشوارها العلمي التخصصي بحصولها على شهادة الماجستير التي قدمت فيها بحث تصميم صاروخ نووي حراري للذهاب إلى المريخ، وتكفلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بمصاريف دراستها. ابنة عنيزة مشاعل تأمل اليوم بأن تحقق حلمها في نقل صناعة الصواريخ إلى السعودية، فتقول: حلمي لو تفضل علي الوطن أن أبني قاعدة استراتيجية في علوم الفضاء السلمية لننافس العالم في دراسة هذا العلم كي يعود بالنفع على أبناء الوطن وأمنه الاستراتيجية. قصة مشاعل الشميمري حكاية تحدي وإثبات وجود للمرأة السعودية بأنها قادرة على العطاء والنجاح والتفوق. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة.
قصة نجاح مميزة يجب أن نقف معها ويجب أن تكون معنا حاضرة هذه الفتاة السعودية المتميزة اللي شرفتنا في المحافل الدولية. لذلك يسرنا بل نتشرف أن ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة المهندسة السعودية مشاعل بنت ناصر الشميمري، وهي أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية. مشاعل مساك الله بالخير، شكرا لتلبيتك الدعوة، وفخورين جدا بك وبهالنجاحات اللي حققتيها. مساك الله بالخير، شكرا انكم استدعوتوني. حياك الله. خليني ابدا بس سؤال، اللي يتابع ما شاء الله يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كذلك واعلاميا الحديث عن مشاعل الشميمري والنجاح اللي وصلت له الآن كأول مهندسة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية، وصلت لوكالة ناسا الدولية الفضائية، بيسألك أحد كيف وصلت مشاعل الشميمري إلى ما وصلت إليه اليوم؟ والله الإنسان لا يصل إلى أي شيء يحلم به من غير عناء وكفاح وصعوبات تواجهه، فولله الحمد أنه يعني واجهتني صعوبات كثيرة، ولكن الحمد لله إلى الآن حاولت أتخطى هذه الصعوبات. وبس بوضح، هي مو بس صواريخ نووية، الصاروخ النووي هو كان البحث حقي مع ناسا، ولكن التخصص حقي هو تصميم الصواريخ عامة. جميل. في الماجستير كان الفوكس عن الصواريخ النووية التي تستخدم لإرسال الإنسان إلى المريخ. ما شاء الله تبارك الله. طب لو بسألك، من يقف يعني خلف نجاحك؟ ما السر في هذا النجاح؟ من الداعم الحقيقي لمشاعل؟ والله أنا الحمد لله ربي رزقني أهل الله يخليهم لي من أكبر الداعمين، وكانوا دائما يقولون يعني سوي اللي أنت تحبينه واللي تبينه مهما كان، المهم أنه لازم تكونين من أحسن يعني من أفضل يعني الناس اللي تسوي هذا الشيء، المهم انك تبدعين في المجال اللي انت تبينه. فاهلي اكبر داعمين لي، وكمان الشعب ايضا، يعني انا لما اكون في التواصل الاجتماعي الاقي كثير ناس يدعمون هذا الشيء ومبسوطين وفخورين فيه، ويصير يجيني دافع زياده اني اكمل علشان نثبت جدارتنا كلنا كخليجيين وعرب وسعوديين. جميل. طيب صعوبات متاعب في البدايات واجهتك، قدرتي انك تتغلبين عليها وتكملين طريقك في المجال اللي انت تحبينه وتتميزين وترفعين يعني علم بلادك في المحافل الدولية، ايش هي ابرز الصعوبات؟ اوه على قولهم لا تشكي لي ابكي لك. ابرزها طيب. الصعوبات كثيرة جدا، ابرزها طبعا لما انا بديت شركتي مشاعل ايروسبيس في ميامي، بدأتها وكان عمري 26 سنة، والحمد لله نجحنا هندسيا بشكل كبير، بس طبعا في صعوبات هندسية صارت يعني في الطريق، هذه تخطيناها. أنا دائما أقول الصعوبات التقنية والهندسية هذه يعني استقبلها بكل ترحب، لأنها هي التي تولد النجاح، من ناحية أنه نعرف شلون ما نسوي شيء فنصلحه، ولكن الصعوبات الاستثمارية هي التي أحس من أصعب الصعوبات لي، لأنه لما حاولنا نلاقي مستثمرين زيادة علشان يمولون المشروع حقنا اتضح لي كثير يخافون من الايروسبيس اللي هي هندسة الصواريخ، لأنهم ما يعرفون وشي ولا يبون يأخذون هذه المخاطر. لذلك كان من أكبر الصعوبات هي الصعوبات المادية. يعني لما أنت تشوف إيش أنجزنا حنا في مشاعل ايروسبيس، أنجزنا هندسيا، اللي وقفنا هو الفلوس علشان نكمل المشروع، فاضطرينا نحط everything on hold، بس من ناحية تقنية نجحنا تمام النجاح. جميل. طيب مشاعل خليك معاي، أنا سألتك قبل شوي قلت من يعني ما السر في نجاحك، من وراء دعمك، وذكرت أن الأهل كانوا خير داعمين. طيب معنا اتصال، يعني أبغاك تسمعين اللي معانا في الاتصال. معانا محمد الشميمري المحلل المالي يعني المعروف، وهو شقيق المشاعل وأحد وأبرز الداعمين لمشاعل. محمد مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا ورحب بك بالسادة المشاهدين. لما تشوف مشاعل يعني بهذا التميز، وحتى أنت غردت في تويتر يعني مفتخرا ومتباهيا بالإنجاز اللي حققته مشاعل، يعني وش الشعور اللي يمكن ينتابك؟
والله حقيقة يعني هو أنا فخر وعزة وفرحة، يعني كل المشاعر اللي ممكن الواحد يتكلم فيها أخت لأخت ولمرأة سعودية ولعالمة ومهندسة، حقيقة يعني شعوري لا يوصف ولا أستطيع أن أعبر بشكل كبير إلا دعمي الكامل لها وفخري وحبي لها، وندعو لها بالتوفيق دائما. هي حقيقة يعني تفرحنا دائما بإنجازاتها، فلذلك نعم أنا فخور وداعم من كل قلبي. طيب خليني أرجع لمشاعل وهي صغيرة، يعني هل شفتم التميز من يوم أنها صغيرة وتنبأتم بأن بيكون لها مستقبل بارز وبالتالي دعمتموها وخليتوها تروح تتوجه المجال اللي هي تحبه؟ ما في شك يعني مشاعل كانت دائما من منذ صغرها كانت دائما عندها أهداف صارمة في تحقيق أهدافها في المذاكرة في درجات المدرسة في كل الأمور. طبعا تشوفها مثلا بالمواعيد، من أدق الناس المواعيد بأعمالها اليومية مرتبة ترتيب كامل ومخططة تخطيط كامل منذ الصغر. طيب أنا أتمنى لك التوفيق، شكرا لك، وشيء جميل حقيقة أن يكون الأخ داعم لأخته يعني ومحفز لها ومن الناس اللي يسهمون في أن تحقق يعني أخته مثل هالنجاحات المتميزة. شكرا لك محمد الشميمري المحلل المالي. أرجع لك مشاعل، يعني هذا أعطانا بس محمد شيء من المشاعر اللي ما يمكن يوصلها تجاه مشاعل، يعني هو يتحقق عن افتخاره وتباهيه بك يعني وبالنجاحات اللي وصلتي لها، وبالتأكيد هي محفز كبير للواحد أنه يواصل. المواصلة، الطموح، وين رايح طموح مشاعل؟ والله أنا طموحي أستمر على هذا الشيء. صح أنه شركتي حطناها on hold علشان أنه ما لقينا مستثمرين، ولكن أنا أعرف من غير ولا نقطة شك أنه بإذن واحد أحد راح أوصل وراح أخلي الصواريخ هذه السلمية تذهب إلى الفضاء وتحط ساتلايت، وأيضا الذهاب إلى القمر واستكشافه وجلب الأشياء من القمر. أنا عارفة أنه بإذن الله راح أسوي هذا الشيء، يمكن ما كان الوقت الحين بس أعرف بإذن واحد أحد حيصير في المستقبل. وأيضا من الأشياء اللي أهتم فيها أنه يكون هناك في السعودية منهج للطلاب، يعني جزء من المنهج أن يكون هناك علم وتاريخ الإنسان في الفضاء، هذا مهم جدا أن يكون موجود في المنهج. فأنا مرة مستعدة أني أساهم في إبراز هذا الشيء في السعودية وأن نحطه في المنهج، ضروري يكون طيب هناك. مع والشيء الثاني، تفضلي أعطينا الشيء الثاني، ما بيقاطعك. الشيء الثاني غير أنه نحطه في المنهج علشان نولد حب الاستكشاف في الطلاب من يومهم صغار، أوكي، هذا مهم جدا. ثانيا يجب أن يكون هناك أنا أحس أنه إن شاء الله بإذن الله وأتمنى هذا الشيء يصير في السعودية، أنه تكون هناك وكالة فضاء، أنه نستطيع أيضا تكون في شركات تساهم في الأيروسبيس اللي هي تصنيع الصواريخ للذهاب إلى الفضاء، لأنه حنا عندنا ساتلايتس نبي نحطها في الفضاء، ورا ما نحطها يعني أنه حنا نعتمد على نفسنا ونسويها بنفسنا. يعني أنت ما شاء الله قريبين من خط الاستواء، يعني أنت مع بناء مثلا، يعني ما شاء الله نشوف التحديث المستمر، رؤية 2030، مشاريع اللي قاعد يعلن عنها، ويمكن كان آخرها مشروع نيوم، مشروع الاستثمار في المستقبل. يعني أنت هل أنت مع بناء وكالة فضاء في السعودية تساهم في هالتطور وصناعة الأهداف، اكتشاف أقمارنا الصناعية بأنفسنا مثل ما ذكرتي؟ زي ما قلت لك ودي أشوف أنه المنهج التعليمي لكل الطلاب في المدارس يكون فيه هناك تاريخ للفضاء، أنه هذا يعني يثبت في المنهج، هذا واحد، تاريخ الإنسان في الفضاء وأيضا علم الفلك شوي. وثانيا أتمنى، لأنه الحين لما الواحد يصنع شركات أو يصنع صواريخ طبعا هذا الأمر يأخذ وقت، على الأقل ودي باي 2030 يكون هناك حركة جذرية انه وكالة فضاء تكون موجودة او شركات تساهم في تصنيع الصواريخ السلمية، تكون الانفراستراكشر يبدا يبتني هناك.
جميل. حتى لو ما انه وصلنا انه خلاص بنينا صاروخ كامل، بس على الاقل يكون كل ما ادري وش يسمونه الانفراستراكشر، البنيه التحتيه، ما ادري وش بالعربي، البنيه التحتيه التي ان يعني تودينا الى اتجاه انه حنا حيكون عندنا تصنيع للذهاب الى الفضاء واكتشاف الفضاء، لانه ترى عندنا ما شاء الله ناس انا اعرف من وسائل التواصل الاجتماعي كثير يقولون لي مشاعل ورا ما عندنا هذه الاشياء ليتها تجي. قلت ان شاء الله باذن واحد احد بتجي، يعني في اهتمام، في شباب كثير يبون يتعلمون aerospace engineering، في كثير يبون يتعلمون astrophysics theoretical physics، يبون يتعلمون astronomy اللي هو الفلك. ففي يعني شغف في هذا الشيء. جميل. طيب أخيرا رسالتك للفتيات المتحمسات اللي يرون في قصتك قصة ملهمة لهم، وش يمكن تقولي لهم من كلمات تحفيزية؟ أقول لهم لا، أول شيء لا تخافون من الفشل، فمن الفشل يولد النجاح. دائما أنا أقول إنه الفشل هي البذرة التي تنمو منها النجاح، فلا تخافون إذا فشلتوا. It's okay، ترى كلنا نفشل وكلنا نتعذب وفي النهاية إن شاء الله نوصل. أهم شيء لا تسيبون يعني نظرتكم على الهدف، هذا شيء مهم، يكون الإنسان عنده إصرار تام إنه سيصل، وبإذن واحد أحد سيصل. شكرا لك مشاعل الشميمري، والمهندسة مشاعل الشميمري، المهندسة السعودية المتميزة اللي تعتبر أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم صواريخ بشكل عام، ومن ضمن الصواريخ النووية، وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية. بإذن الله نراك متميزة هنا، تنقلين التقنية لبلدك إن شاء الله، وسنرى بإذن الله كل التوجه التام في مثل هذا الوقت لبلدنا الغالي. مشاريع كل يوم نسمع عنها تصنع المستقبل وتستثمر في المستقبل وفي شباب وشابات المستقبل، مستقبل الوطن بخير، أدام في مثل مشاعر وغير مشاعر، قصص كثيرة من شباب وشابات الوطن. الإنسان السعودي مثل ما قال سمو ولي العهد هو الاستثمار الأمثل، وهم من سيرتقون ببلادنا بإذن الله إلى مصاف المنافسة عالميا ودوليا في كل شيء، ما ينقصنا شيء ولا الحمد. طبعا خلونا نروح فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم. يا هلا فيكم من جديد. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول، نتابع تفاصيله في التقرير التالي. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ملتقى آثار المملكة الأول. وشهد الملتقى عدد من الجلسات وورش العمل بمشاركة نخبة من علماء الآثار المحليين والدوليين، إضافة إلى المعارض المتخصصة التي تقام في المتحف الوطني. يهدف الملتقى إلى التعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار السعودية عبر التاريخ، ورفع الوعي وتعزيز الشعور الوطني لدى المواطنين، وتثقيف المجتمع وما تحويه بلادنا من تاريخ حضاري. هذا الملتقى الآثاري الذي نحظاه اليوم هو علم يجب أن نهتم به، وسمو الأمير سلطان وضع كل الحروف النقاط على الحروف في هذا المساء لنكون جميعا وإياه في هذه المسيرة المباركة. الحمد لله أن الهيئة استطاعت فعلا أن تضع تفكير جيد وتوصل للإنسان، فوصول لنا جميعا في هذه البلاد حفظنا بمعلومات وعلم جديد بهذا الشكل. الشيء الآخر، هؤلاء الذين قدموا ما لديهم
من آثار أنا أعتقد أنها منتهى الأمانة، ولهم الشكر والتقدير، ونقلت لهم شكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الرائعة. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. نظمت وزارة المياه والبيئة والزراعة ورشة عمل متخصصة عن مستقبل الاستثمار في قطاع الصرف الصحي بحضور عدد من المختصين والمهتمين بهذا الشأن. نتابع تفاصيل هذه الورشة في التقرير التالي. نظم اليوم قطاع خدمات توزيع المياه ورشة عمل بعنوان مستقبل الاستثمار بقطاع الصرف الصحي، برعاية وحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لقطاع توزيع المياه، وبمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية. ورشة العمل عقدت خصيصا لمناقشة مستقبل خدمات الصرف الصحي واستعراض الخطط والحلول للوصول إلى التغطية الشاملة في جميع المناطق للمحافظة على البيئة واستدامتها، واستعراض الوضع الراهن والتجارب العالمية الحديثة ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، واقتراح مجموعة من التوصيات الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية. كما ذكرنا اليوم في بداية الورشة أنه لدينا من التحديات في خدمات الصرف الصحي، نسبة التغطية اليوم لا تتجاوز 60%، وحقيقة هذه ما زالت دون المستوى الطموح لرضا المواطنين، ولذلك قررنا أن نعقد هذه الورشة وأن ندعو جميع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو الجهات الاستثمارية بما فيها أيضا المشغلين والمطورين المحليين والعالميين في هذه الورشة لنخرج بأفضل الأفكار والآراء من أجل تحقيق الهدف للوصول إلى 100% تغطية كشاملة لشبكات الصرف الصحي في المملكة. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. كان هذا التقرير آخر ما لدينا من فقرات لهذا المساء في برنامج يا هلا. غدا إن شاء الله نلتقيكم كالمعتادة 8 مساء وملفات متعددة ستطرح على طاولة يا هلا. أما بعد الفاصل فالزميل يحيى الأمير ينتظركم في يا هلا الليلة. في أمان الله.